dear. How are you? Are you ready? Okay, this side. Thank you. مرحبا. كيف الحال؟ كيف الحال؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. مرحبا. كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ حر اليوم صح؟ أوف حر حر. مرحبا بكم أحبائي المشاهدين من جديد في فقرة ميرا صالون. اليوم فقرتنا من صالون كاريوسا من جميرة، ورح نتكلم بها عن أهم الخطوات للعناية بالبشرة اليومية، وأيضا رح نتكلم عن الخطوات المهمة قبل وضع الميك اب، ورح نتكلم عن الميك اب الخفيف اللي يخلي كل بنية بإشراقة ونظارة حلوة. رح تكون ويانا كارمل وهي أخصائية البشرة والتجميل، وأيضا ويانا كريستين الموديل. رح نتكلم اليوم عن كل الخطوات المهمة للميك اب وهي الخطوات الصحيحة، وراح يكون يعنا ماسكات ونصائح، واخيرا راح يكون ايضا عندنا العنايه بالشعر في فصل الصيف. فخليكم ويانا، خلينا ويا كارمل. يا بنات يعطيك العافية. طبعا اكيد شفتوا الخطوات اللي سوتها كارمل اللي هي العناية بالبشرة قبل الميك اب. شنو الخطوات اللي سويتيها كارمل؟ اول شيء طبعا لازم يعني كل البنات بتبدأ بالكلينزينج، وبعدين بنبتدي الخطوة المهمة وهي التونر. التونر مهم جدا بالنسبة للبشرة الدهنية حتى للبشرة الجافة، لان هو بيشيل كل الاثار بتاعه الكلينزينج والغبرة اللي موجودة اللي ما شلهاش الكلينزينج اوريدي، وفي نفس الوقت بيهيئ البشرة بان هي لما تيجي تحطي الكريم عليها تبدأ تمتصها بسهولة جدا. طيب يعني حتى تكون البشرة جاهزة للبشرتين. Exactly. طيب من الأشياء اللي هم أحب أقولها أنه من الأشياء المهمة للبشرة الدهنية، طبعا دائما بالغسول اللي أول ما تبدين بتنظيف البشرة، الغسول مهم إذا كان للبشرة الدهنية، يعني أنت ممكن تروحين للصيدليات تختارين النوع المناسب. أما البشرة الجافة فدائما أنصح أنه تاخذون الغسول أو الكلينسينج مثل ما قالت كارمل اللي يكون غني بالحليب أو بالمرطبات اللي مسترايزينج. طبعا بعد ما خلصنا هذه الخطوات من الأشياء المهمة اللي ممكن أيضا تسووها إذا كنتوا بالبيت، طبعا التنظيف اللي سوته كارمل هو تنظيف يومي مهم لكل البنات، لكن من الأشياء المهمة اللي أنت أيضا ممكن أن تسويها أنه بعد ما تغسلين الوجه بالغسول، بعدها ممكن أنت تجيبين سكراب أو تسوين سكراب بالبيت. تعملين طريقة السكراب هي طريقة دائرية. السكراب مهم جدا لتنظيف كل الرواسب من البشرة، ممكن انك تستخدميه مرتين بالاسبوع لكن مو يوميا، لان بهذه الطريقة راح يعني تولد انه اذا كانت البشرة دهنية فيولد افرازات دهنية اكثر، واذا كانت جافة فممكن انها تجف اكثر، يعني كثرتها اكيد مو زينة. لكن مثل ما شفنا ويا كارمل هذه الخطوات اللي هي الاساسية لكل بشرة اللي هو الكلينسينج الغسول والتونر وايضا المرطب، وخاصة انتم اذا كنتوا تطلعون للشمس دائما، حتى اذا ما تخلين ميك اب فدائما الكريم الوقاية من الشمس مهم جدا، حتى اذا خليتي ميك اب فممكن تحطيه قبل الفونديشن. في حاجة كمان مهمة ميرا، ان كريم العنين في ناس كتير بتتجاهله او ما بتقول لك لا مش مشكلة او احنا نحط كريم البشرة للعنين، ده كمان مهم جدا لان الكريم العنين ده بيعمل محافظة للعنين. الملمس بتاعه اصلا بيبقى مختلف تماما عن ملمس كريم بتاع البشرة، لان هنا بيبقى اوريدي في فرق درجات في البشرة، فلانه بيحافظ كمان على نضاره العينين. وطبعا البنت اهم حاجه فيها عينيها. اكيد طبعا، يعني حتى لو كانت الاعمار صغيره، مو صغيره كثير لكن العمر الشباب مثل ما نقول، لازم انه يستخدمون كريمات العيون مثل ما ذكرت. من اهم الماسكات السريعه واللي احب اذكر لكم اياها للبشره اللي هي ممكن ايضا تسويها قبل الميك اب، الماسك الاول اذا كانت البشره جافه فممكن تجيبين عسل، وايضا ممكن تستخدمين تخلطي العسل مع ممكن اذا كان المي الورد فتخلطيهم مع بعض، بعدين تحطيهم على وجهك لمده 10 دقائق بعدين تغسلين الوجه. اما اذا كانت البشره دهنيه فنستخدم العسل مع ليمونه مع ملعقتين من الزبادي، نخلطهم مع بعض ونحطهم للوجه لمده 10 دقائق الى ربع ساعه، بعدين نغسل الوجه
اكيد بعد ما نخلص الماسكات او بعد ما نسوي كلينسنج للوجه وتنظيف، من المهم جدا انه تستخدمين قوالب من الثلج تحطيها على وجهك بطريقه دائريه. هذه الطريقه تثبت الميك اب لما احنا نستخدمه، وايضا تعطي نظاره للميك اب وللبشره وتسكر المسام بعد ما احنا عملنا كل هذه الخطوات. خلينا نبدا هسه. بس في حاجه ثانيه عايزه اقولها لك، اهم حاجه كمان الناس اللي بتعاني من البافنس في العينين اللي هي الانتفاخات، بيفضل كمان انك تجيبي معلقه بس تحطيها شويه بالثلاجه او بالفريزر، وما تحطهاش دايركت على العينين. ده كمان ماسك طبيعي، بان هي بتعمل لك يعني بتسحب كل الانتفاخات اللي موجوده بالعينين. اكيد طبعا، لانه تكون لما تكون بارده مثلها مثل القوالب الثلج، لكن هي هذه تكون بطريقه اسهل وامن انه انت بس تحطيها على عينك بهذه الطريقه. حتى الحمار اللي تحت العين او الارهاق راح تسحبه، وبعدين راح يكون ميك اب حتى لو خفيف راح يكون مشرق ونظر. خلينا حاليا نشوف خطوات الميك اب وراح نرجع. راح ارجع لك. بنات عشت ايدك هبه. اللوك اللي كريستين كانت حبته، قالت انا ما اريد انه شيء يكون اوفر. طيب هبه، اريد منك نصايح للمشاهدين. نعرف انه احنا حاليا في فصل صيف، واكيد كلكم تعانون من تقصف بالشعر اكثر الى نفشه بالشعر خلال لما تطلعون برا، تكون الرطوبه عاليه والشمس عاليه، فبهذه الطريقه يتضرر الشعر اكثر من اي فصل في فصل الصيف. شنو النصايح اللي تنصحيني بها هبه؟ اول شيء، كتير من البنات والسيدات بيلجأوا لغسيل الشعر كتير، وده أكبر غلط، لأن الشعر نفسه بينتج زيوت طبيعية بتفيده، بتمنعه من التقصف أو من التساقط. فالغسيل بطريقة يومية هما بيزيلوا الفوائد اللي بينتجها الشعر لعلاج نفسه. فمن يعني يغسلوا شعرهم بالشامبو مرتين يوميا. مرتين بالاسبوع. اوكي. طيب بالنسبه للفروه الدهنيه، كثير من البنات يعانون منها خاصه فصل الصيف تعرفين، فيضطرون انه كل ما يرجعون من الدوام يغسلون شعرهم. في الحاله دي ممكن يغسلوا شعرهم يوم ويوم لا، يعني بين يوم ويوم. طيب نصايح ثانيه ممكن نقدمها، لان كثير من البنات يعانون عندهم مشاكل تقصف الشعر. في الحاله دي يستخدموا بالنسبه للاسبراي، في اسبراي بيبقى معالج للشعر وبيبقى ضد الرطوبه، بحيث ما يضرش الشعر زين. اللي هو موجود بالصيدليات او موجود بالصالونات، اللي هو الانتي فريز، صح؟ بالضبط. فهذا السبراي هو يخفف من الرطوبه وبنفس الوقت يحمي من الحراره. الشيء الثاني اللي احب انطيكم اياه، واللي هي الماسكات اللي ممكن انه احنا نستعملها مره على الاقل بالاسبوع خلال فصل الصيف، وهي ماسكات طبعا مهمه. ماسك الافوكادو، ماسك الافوكادو مع العسل، انه اذا خلطناه مع بعض ونحطه على الشعر لمده ساعه او ساعتين، بعدين نغسل الشعر. دائما لازم تكون اكو فوطه حاره نحطها على الشعر، يعني بعد ما حطينا الكب اللي هو النايلون، بعدها نحط فوطة حارة لمدة، يعني حتى انه تسحب الحرارة للشعر. واشياء من الاشياء من المهمة اكيد تعرفينها، بانه لازم يقصون الشعر.
اكو ناس ما يحبون يقصوا، لكن احنا نقول لازم انه انتم تقصون اطراف الشعر مثل ما قالت هبة، انه على الاقل نحاول نقصه من يعني مره بالشهر او كل 6 اسابيع نقص بس الاطراف حتى يعطي مظهر جميل وبنفس الوقت يكون الشعر صحي ويكون لامع. من الاشياء الثانيه اللي تنصحيني بيها بالنسبه للشعر المصبوغ، بالنسبة للشامبو، استخدام الشامبو، الماسك، الكونديشنر، ما يجيبوش الحاجات اللي موجودة في الماركت أو في السوبر ماركت العادي، لازم يجيبوا الحاجة تكون طبية بتعالج من الفارماسي، خاصة أو لأنه التساقط، أو يكون دكتور وصفه. نعم طبعا هذا الشيء هو مثل ما قلنا ومثل ما قالت هبة، أنه جدا مهم أنه أنت تختارينه من الصيدلية لأن يكون يعرف أو دكتور، لأن أحيانا أنه أنت إذا اشتريتي من السوبر ماركت مو معناها أنه هو مو زين، بس قد يكون أنه هو غير يعني ما ينفع لطبيعة شعرك، لأنه ممكن تشترين للشعر الدهني وأنت شعر جاف، فهذا الشيء اللي دائما أكثر السيدات يوقعون بهذا الخطأ. ومن الأشياء المهمة الثانية اللي خلال فصل الصيف أنه أنت لازم تسويها وتكثرين منها اللي هي الفيتامينات، الفيتامين بي 12، الفيتامين اي، الفيتامين اي، الفيتامين دي، الفيتامين بي 6 والبروتينات، كل هاي الفيتامينات زائد البروتينات اذا حاولتي تكثرين منها مع شرب المي زياده راح الشعر يقل من التساقط، راح ينطي لمعه اكثر وايضا راح ينطي نعومه اكثر وراح يطول وما راح يتساقط بالشكل اللي المفروض يتساقط زياده عن اللزوم احنا نعرف فصل الصيف. شكرا لك هبة، احنا نكون مننا خلصنا فقرة اليوم، وان شاء الله كانت الفقرة خفيفة عليكم وعجبتكم. دائما حاولوا انه تلجؤون الى الاشياء الطبيعية، ان كان من الميك اب، ان كان من الماسكات، وان كان من نصايح اللي هي الماسكات المفيدة للشعر. ومننا نكون ختمنا فقرتنا وان شاء الله تكون خفيفة عليكم، وشوفكم فقرات ثانية. باي باي. شكرا حبيبتي كريستين، واو روعه كلش حلو، حبيتي انت جدا حلو. انا اللوك طبيعي ولابق لي لا حلو كلش حلو. طيب هسه راح خلينا احنا نقوم ناخذ كم صوره.